الحمد لله، احنا النهارده خلاص فاضل ساعات وتنتهي العمليه الانتخابيه ويبدا الفرز ويبان. طبعا بنهني اللي نجح وبنقول اللي لم نوفقه التوفيق ان شاء الله في جولات اخرى قادمه. اللي بيخدم وطن مش بس في رجل الشعب، بيخدمه في اي مجالات اخرى. الحمد لله احنا حطينا خطتنا لتامين العمليه الانتخابيه في محافظه الفيوم، ودي من قبل ما تبدا العمليه الانتخابيه بالضربات الاستباقيه اللي عملناها. توجيه السيد الوزير مجدي عبد الغفار، السيد اللي هو مجدي عبد الغفار، كان توجيه صارم لكله، لابد من تكون ضربات استباقيه لضبط المخالفين وضبط من تحول له نفسه او تسول له نفسه انه يعكر العمليه الانتخابيه. الحمد لله ضبطنا عده خلايا، ضبطنا اشخاص من الجماعات الارهابيه، والحمد لله ده اللي احنا فيه دلوقتي، ان الامور ماشيه طبيعيه، الخدمات موجوده، كل حاجه متوفره، كل حاجه الاستاذ وزير المحافظ موفر كل الامكانيات للناخب انه يروح ويوصل المركز الانتخابي او اللجنه الانتخابيه بتاعته عشان يقدم صوته. احنا حافظنا على الامن، وعدنا بالامن ونفذنا وعدنا زي ما السيد الرئيس وعد وجود برنامج قبل نهايه 2015، وقد اوفى بوعده، واحنا اوفينا بوعدنا بتحقيق الامن والامان. الحمد لله.